قد مدحهم الله في كتابه ورضي عنهم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. مهاجرون والأنصار. وقال سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا أثنى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، حصر الصدق فيهم مما يدل على فضلهم مكانتهم عند الله جل وعلا. يجي واحد من الزنادقة والملاحدة اللي يدعون الإسلام ويتهجم على الصحابة ويذمهم، والله جل وعلا يقول أولئك هم الصادقون. هذا مكذب لله عز وجل، هذا مكذب لله. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني دار الهجرة، وهم الأنصار في المدينة تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ثناء على الأنصار ومدح لهم وذكر صفاتهم الحميدة، والله جل وعلا أثبت لهم الفلاح، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دليل على أنهم الله وقاهم شح أنفسهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني جوع، ولو كان بهم حاجة يؤثرون حاجة إخوانهم، كما أنهم لما هاجر إليهم إخوانهم واسوهم فتحوا لهم صدورهم وقلوبهم وأشركوهم في أموالهم وفي بيوتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا فيه بيان الواجب للصحابة رضي الله عنهم، أنه الدعاء لهم والاستغفار لهم والاعتراف، الاعتراف بسبقهم بالإيمان، وسؤال الله أن ينزه قلوبنا من الغل والحقد عليهم والبغض لهم. فهذا فيه الثناء على الصحابة وبيان ما يجب لهم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة.